هذه تسعة تريندينغ. شكرا لكم على حسن المتابعة. في بارتي ثانية نحكي فيها على الانوفاسيون التونسية. شوفوا لي جون التونسا شنو يعملوا، كيفاش يخدموا، كيفاش يطوروا، وكيفاش ينافسوا حتى في دي ستارت اب والشركات التكنولوجية. اليوم نحكيوا على ستارت اب تخدم على الجيمينغ، نيو جيم، حلت الباب للكاميرا نتاع تسعة تريندينغ. تابعوا معنا. شنو لو مارشي اللي باش يخدم عليه؟ اسكو باش يخدم على السيرفيس؟ اسكو باش يخدم على ان برودوي نتاعو هو في حد ذاته؟ دونك عملنا عامين نخدموا دي بروجي بور دي كليون، ومن بعد اون ا بيفوتي كومبليتمون، ولينا نخدموا لي جو نتاعنا ديريكتومون ونبيعوهم احنا على المارشي. اهم صعوبه في الـ في الـ في الاندستري نتاع جو فيديو هو منين باش تجيب لي بروفيل اللي باش يخدموا معاك، على خاطر كيما نعرفوا رغم اللي فما كلك فاكولتي في تونس ودي زيكول اللي قاعدين يقريو، لكن باقي يقعد فما مانك نتاع ريسورس، وخاصه انه معناتها لي انجينيور ولي ديفلوبور في تونس قاعدين الناس كل يخرجوا برا. مخلي نفس ليكيب وباش تحاول تدعمها بدي بروفيل اخرين ماهيش حاجه سهله حتى ترى. هذا مع التمويل، معناها الفلوس، معناها منين باش تجيك الفلوس في البريود اللي انت قاعد تبني في البروجي نتاعك، اللي هي معناتها صعيبه برشا، سورتو كيفاش باش تقنع انفستيسور انه يحط فلوس في لعبه. ويست هاند هي كما تنجم تقول الفخر نتاع نيو جين. معناها اللعبه هذه قعدنا برشا نخمو قبل ما نخدموها، على خاطر لقينا رواحنا بعد 4 سنين معناتها في الشركه، ولينا عندنا لو سافوار، مش نقول لو سافوار فير، سي با لو سافوار فير، مي نعرفوا نعملوا جو. انك تعرف تعمل لعبه تنجم تعملها، اما انك توصل احساس، خاطر اللعبه في الاخر معناها يلزمها تعجب الجوارات. دونك ويست هانت خرجت جوان اللي فات، اون سيني ان كونترا دو بابليشينغ افيك ان ستوديو شينوا بازي اون في الامريك، دونك الصين وامريكا صحيح ما يتفهموش لكن تفهموا في مع في ويست هانت. دونك اللعبة هذه إلى حد الآن معناتها قاعدة تعمل في دي فونت كبار برشا، من نجم نقولوا أول لعبة في تونس وفي الأفريق اللي تحقق نجاح. معناتها ولينا حتى كي نمشيو خاطر فما دي زيفينمون في العالم كيما باكس ولا كيما دوتر زيفينمون في الأوروبا وكل شيء، كي يمشيو معناتها يجيو للستاند يجريو يقولوا هذه ويست هاند، دونك نعرفوها، فهمت كل شيء. بار كونتر في تونس ماهيش معروفة برشا، اما في العالم معناها فما دي ستريمر زادا اللي قاعدين يستريميو فيها في العالم، عدد لي فيو نتاع كومبيني نتاع ويست هانت وصلت فاتت 500 مليون مشاهده. احنا نمنو اللي الاندستري نتاع لي جو فيديو هي صناعه عالميه، يعني ما تقتصرش على افريقيا ولا على ان سول كونتينون. وكي نجي نشوفوا معناها لو مارشي افريكان في لي جو فيديو هو مازال معناتها في النمو بتاعو، وحتى القدره الشرائيه نتاع العباد اللي باش يشريو من افريك قدره معناتها مازالت ضعيفه، خاطر مربوطه بالاقتصاد، حاجه مهمه برشا. دونك نحنا كستارت اب قاعدين مركزين الاكثريه على المارشي اوروبيان ازياتيك وامريكا معناتها الشماليه والجنوبيه. المبادرات هذه مبادرات باهية، نتصور معناها باش تصير ام سينيرجي معناتها اونتر بليزيور ستوديو، باش يفهموا بعضهم، كل شركة معناتها من بلد معين تعطي الرؤية نتاعها شنو هي المشاكل اللي عندها، يحاولوا يلقاو حلول مع بعضهم. سوف كون احنا معناها الحقيقة ما مازلنا ما دخلناش في حاجة كيفما هكا، بار كونتر قاعدين نبنيو في علاقات مع شركات من برا، من امريكا ومن الصين،
اللي هما معناها قاعدين يلقاونا قاعدين يحاولوا يلقاونا في حلول فورية للشركة نتاعهم. بالنسبة للتطور نتاع نيوجين، احنا سنة معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا انه الشركة تدخل في الـ في الـ في الستيج نتاع الجروث، خاطر ممكن تعرف الشركة من الاول تبدا في الـ في الايديشن، بعد بروتوتايب، ومن بعد بدات تعمل في كلكو كليون، بعد بدات تبيع اتسيتيرا، ومن بعد تحاول تكبر. احنا في العام هذا باش نحاولوا ندخلوا في السكيلابيليتي. وبالنسبة للوفي دو فون ما نتصورش، لو كان خاطر ممكن تعرف اذا كان باش تعمل بلوزيغ لوفي دو فون، دونك بلوزيغ اكسيونير معاك، دونك نجم الحكايه تتعقد في الاخر، فهمت؟ مي بار كونتر عندنا دي بارتناريا اللي جايين ان شاء الله مع شركات عالميه. السؤال هذا يسألوه لي برشا أصحابي أنا، خاصة اللي تبعوا معتها في الستارتاب في تونس، يقولوا لي شبيك سيف ما تحكيش على الشركة متاعك، مش بيك كل شيء. وفيت احنا معتها شنو مش نحكيه، معنا اللي موجود عنا قاعدين بارتاجيو فيه على ريزو سوسيو، عنا الباج متاعنا قاعدة تخدم. مي بار كونتر فما اللي في انستغرام في الستارتاب نفسه موجود، معناها في البزنس، انه فما شركه معروفه اكثر من شركه اخرى، على خاطر الشركه هذيك عندها ريزو بتاع اصحاب ولا كل شيء اللي يحكيوا عليها اتسيتيرا. مي اون فان دو كونت معناها في نيوجين معناها نحن نعمل في صمت كما قال الراجل، فهمتني؟ احنا في الاخر الريزولتا معناتها اللي يحكي ديما كي نبارتاجي انا حاجه على الفيسبوك، يا اما نبارتاجي ميمز معناتها جوكس فازيت، والا نبارتاجي فاكتس نتاع نيوجين اش عملت دي شيفر ديز اشيفمنت. ما فماش معناتك الهايب اللي ما عنده حتى في الاخر ما فما حتى شيء. معناها عندنا شريك في امريكا اللي هو اكبر شركه اكبر معناتها من نيوجين معناتها في العمر وفي القدرات الماليه، يعني اللي عندهم ان بروجي جاي على الويب 3 والميتافيرس، واللي احنا باش نكونوا معناتها باش نلعبوا دور مهم برشا في البروجي هذا. انا اللي نقوله انه التكنولوجيا ولا هذا السوق نتاع الويب 3 والميتافيرس هو مازال جديد، فما برشا معناتها اللي متفائلين يلقاو فيه معناتها دي مارشي وكل شيء. ما انا اللي نقوله يلزم دخول الميتافيرس والويب 3 بحذر شديد، لانه معناها كما نعرفوا ما فماش روتور سور اكسبيريونس من شركات كلكو سوا في تونس والا في العالم، بصفه معناها انه تخلينا ندخلوا بثقه في بروجي كيما هكا وننفستيو فيه فلوس وحدنا. الجديد نتاعنا اون فيت عندنا الحاضر نتاعنا واللي جاي ان شاء الله، تويك عندنا ان جو اسمها ويست هاند، كي كارتون معناتها في العالم، بعنا 115,000 كوبي في الدات بتاعت الى حد الدات نتاع تو اللي نعملوا فيها في الانترفيو. لعبة معروفة في العالم الكل، معناتها يسوفي دو تابي ويست هاند على تيك توك ولا يوتيوب تشوفوا دي انفلونسور في العالم الكل. مالوغوزمون في تونس ماهيش معروفة، معناتها جانفيت اي جوار معناتها جيمر ولا اي حاجه يحب يجرب ويست هاند يبعث لنا نعطيوه دي كلي بلاش، معناتها بالنسبه للتوانسه فما حتى مشكل. فما دونك ويست هاند، فما انوتر بروجي جاي زاد في الصيف الجاي اللي هو انوتر جو نعملو سكوب اسمه زومبي ويفين، في الكاتيجوري معناتها نتاع لي جو اللي مهمش كبار في حجم تاع دي ستوديو كبار، لكن عندهم الأحباء نتاعهم اللي ينجموا يلعبوها. اتسا تريندينغ خلطة الاخر بتاعها، شكرا لكم على حسن المتابعة. قلنا لكم اللي بدأت الميسيون وعندنا موعد مع تريلر متاع واحدة من أبرز السيريات المنتظرة واللي حكيت عليها نتفليكس في آخر 2022، واللي ذكرنا بواحدة من أنجح الفرنسيز زادة متاع البلاتفورم متاع ستريمينغ. نحكيه على ماني هيست ولا نحكيه على
كازا دي بابيل المرة هذية نحكيو على كازا دي بابيل برلين السبينوف متاع كازا دي بابيل اللي يحكي على المغامرات متاع برلين البارح خرج التريلر متاع السيري هذية اللي نستنوها في آخر العام هذية حتى تفرجوا في لقطة الأولى اللي خرجت بالنسبة لكازا دي بابيل برلين تحية لكيف كاملة نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في موعد جديد مع التسعة تريندينج الحمد لله